يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ما بلاقيناش بقى على كده، كتبت معاكم قلتلكم فكروني البيتا ريست بتعمل ايه عشان يبقى كلامنا منطقي صح؟ لا حاجه كفايه. بيتا 1 بتعمل ايه يا ولاد؟ اهي مرسومه في الحرب، بتستيمول الهرم صح ولا لا؟ وبتزود الادي، بتزود السمباثيك اوت فلوم السينس مظبوط؟ وبتزود النور ادرينال ايه؟ ريليز مظبوط؟ وبتزود حاجه اسمها الرنين، ماده خطيره بترفع الضغط مظبوط؟ وبتزود اللايبوليسيس. مش ده كان كلامنا؟ قلنا بعد كده في ريسبتور اسمه ايه؟ بيتا 2 ده كان الدلع كله. ليه؟ الفازو دايلاتيشن، برونكو دايلاتيشن، جلايكو جينوليسيس. هيزود الجلوكوز. صح لا؟ فبالتالي بعد زياده الجلوكوز مين يزيد وراه؟ عشان يدخلوا الخلايا. يزود البوتاسيوم ابتيك باي ماسل، فمستوى البوتاسيوم في الدم ايه؟ يقل. هايبوكاليميا. هايبو ايه؟ كاليميا. العضله الفرحانه زعلانه، زعلانه فرحانه زعلانه، حاجه اسمها تريمورز. حاجه اسمها ايه؟ تريمورز. تريمورز. وكان بتريلاكس كل حاجه، الوول اوف جي اي تي واليوترس والوني تراكت صح؟ وانا ضفت لكم معلومه جديده امبارح ان هي كانت طلعت بتزود مين؟ الاكوس هيومر صح ولا لا يا ولاد؟ حلو الكلام. عقدنا اتفاقيه امبارح معاكم، قلت لكم يا اولاد ايه رايكم؟ لو انا عايز اقفل ترشحوا لي اقفل مين؟ قلت له يا دكتور لو سمحت حضرتك عايز تقفل، احنا شايفين ان الاستفاده الاعظم لو انت ربنا وفقك وقفلت بيتا 1. ليه؟ لو قفلت بيتا 1 هتريح القلب صح؟ لو قفلت بيتا 1 لو قفلت بيتا 1 هتقلل الضغط. ما انت لما تريح القلب وتهدي السمباثيك وتهدي النور ادرينالين وتهدي الرنين كنا بنحط الضغط صح ولا لا؟ لكن قفل البيتا 2 الاستفادتين الوحيدين فيهم التريمورز تريمورز وجلوكوم، ولكن هناك خسائر كبيره قوي. هتخسر فاست دايلاتيشن، هتبقى مشكله لناس عندهم حاجه اسمها مرض الشرايين الطرفيه بريفرال فاسكولار ديزيز، مشكله لمرض البرونكيال ازمه هتعمل برونكو ايه؟ اسباز. مريض مشكله لمرض السكر اللي بياخد انسولين لانه بيعمل له هايبوجلايسيميا الانسولين، هيحصل له سيفير هايبو ايه؟ جلايسيميا. البوتاسيوم هيعلى. واقول لك على حاجه، البوتاسيوم علوه خطير في مين؟ في مرضى الكيدني. ليه؟ لان علمونا ان البوتاسيوم مش بيخرج من جسمنا الا عن طريق الكيدني. فهمتي ولا لا؟ فبالتالي كلها مشاكل، كلها مشاكل. عشان كده انا اعترف لكم ان انا الادويه لما عملتها في الاول طلعت مجموعه عاميه بتقفل بيتا 1 وبيتا ايه؟ 2. لما اتمكنت وبدات ابخبخ حاولت اقفل مين اكتر؟ بيتا 1 اكتر من بيتا ايه؟ 2. في دواء بيقفل بيتا 2 بس، لا اعترف به، لا اعترف به خالص. ومش هديك الميترول، مش هديك الميترول. صح ولا لا؟ ثم في دواء هيقفل الفا وبيتا، هيقفل مين؟ الفا وبيتا. خلاص كده؟ انا فاكر ان انا المجموعه اللي قدامكم دي البرولول ده اشهر دواء، بس النادو والسوتالول انا حاطط عليهم نجوم. النادو والسوتا حاطط عليهم نجوم. والاوكسبرينول والبندلول باخدهم في قوس واحد. وبتوع العيون اللي تحت خالص. الجيل التاني احسن، اشنقه حلوه، ميتو، بيسو، فاكر؟ واسيبو، اسيبيتولول ده قال لك ده اخو الاثنين دول. اخو الاثنين دول، مظبوط؟ والاخير كان شورت ديوريشن خالص، كان اسمه ايه؟ اسمه لول. اسمه لول. اسمه لول. كانت ديها بتوع 9 دقايق، صح ولا لا؟ صح. دواء ده مش مهم، اللي بيقفل الفا والبيتا دواء اسمه لا بيتالول وكارفيدولول. لا بيتالول وكارفيدولول. لا بيتالول وكارفيدولول. في مشكله يا ولاد؟ بعد كده قسمنا البيتا بكره لو تفتكروا لايبوفيليك وهيدروفيليك. لايبوفيليك وايه؟ وهيدروفيليك. بس تمام. لايبوفيليك وهيدرو ايه؟ فيليك. لايبوفيليك والابزوربت تعدي اللودرين بارير بس اتكسر في الليفر، فشفت ايه؟ ديوريشن. ديوريشن تمام؟ ودول اغلبهم.
اما الناس اللي ما كانوا الستارز نادلول سنتلول اتنولول ناس دول هيدروفيل. انا يهمني التطبيق العام للكلام ده. لو انا مريض ليفر تديني دواء بيكسر في الليفر؟ لا. وناخد مجموعه ثانيه لو انا عندي مشاكل في السينس تديني دواء من بيعدي البلاد برين بارير ونعمل مشاكل في السينس؟ لا. ايه اللي انت ركب في الموضوع صح ولا لا؟ كده. وبعد كده شرحنا الكلام اللي بقى على البروجرانولول وقلنا ان البروجرانولول ما عندوش اي اس اي يعني ما فيش في جواه انترنسك سيمباثيتك اكتيفيتي لان اكتشفنا ان البيتا بلوكر مصنعين من مين؟ من ده اسمه ايزوبرينالين صح ولا لا؟ فبالتالي في بعض الادويه منهم اول ما يدخلوا على الريسبتور يقف محتارين اشغل ولا صح ولا لا؟ لكن البروجرانولول لا، البروجرانولول ماله؟ بيقفل بشكل مباشر صح ولا لا؟ سمي الله بقى كده بدايه الجد اكشنز اوف بيتا بلوكر. بصوا يا ولاد كان دايما في عندنا كده كلمه تاريخيه في الفارماكولوجي يقول لك مفيش امتحان فارما في الفاينل من غير بيتا بلوكر. مفيش امتحان فارماكولوجي. فاهم حاجه؟ بس بيتا بلوكر من اسهل الادويه اللي عندنا. ليه؟ عايزه مخمخه. بتشوف الكلام السهل ده في دماغك انا بيتا بلوكر، يعني هعمل ايه بيتا بلوكر؟ هقفل بيتا وانا بيتا ايه؟ تو. اول حاجه انا عندي خمس عناوين الاكشن يا ولاد، خمس عناوين ايه؟ الاكشن اقسمهم لك سي ان اس واي، سي ان اس وايه؟ واي وكارديو فاسكولار وبرونكاي وميتابوليزم. سي ان اس وايه؟ اي كارديو فاسكولار وبرونكاي سوم ميتابوليزم. في مشكله؟ سي ان اس ثلاثه اكشن احلى من بعض. بالمناسبه البروبرانولول اسمه تجاري مشهور صدقني هتسمع عنه في حياتك، اسمه اندرال. اسمه ايه يا ولاد؟ اندرال. اول حاجه انت انكزايتي، من احسن الانت انكزايتي في الدنيا الدواء ده. انكزايتي يعني ايه يا ولاد؟ توتر قلق. الدواء ده ملك علاج السيتويشنال انكزايتي. عايز ايه السيتويشنال انكزايتي؟ سيتويشن يعني وضع او حاله التوتر من صاحب المواقف. أيوة. بمعنى ايه؟ سيادتك مثلا لانك لو اتحط في مواقف موتره يبدا السمسك ينشط، يعمل لك رعشه، تاكارديا تتلخبط، تمام؟ حركه طلب منك اسفكتا دون عن باقي دفعات كلها تبقى بابليك سبيكر، تتكلم عن تجربه النيو سيستم، الموديول سيستم مثلا، دون عن باقي الدفعه كلها، ما تقعدش تتكلم كلمتين على بعض، واطلع بقى في مؤتمر كبير. ولا يهمك، اضرب الاندرال قبلها بثلاث اربع ايام هتقول كلام انت نفسك تعرف مين بيتكلم. نروح للشافوه. ايه؟ ناخد بعض الشافوه. اه طبعا، الناس كلها مش شايفين الشافوه اصلا. خلاص؟ بس انت لما تكبروا شويه لسه في سنه اولى، هتقولوا بعد كده دلوقتي اهدوا شويه، خليه في سنه خمسه ولا حاجه. او سنه سته هم كلهم ماشيين بيها. الاكزام سيتويشنز، اصلا الامتحانات الكبيره الدكتوراه والماجستير والحاجات دي، تمام؟ ولاد في ناس بتتوتر توتر مرض يا حسام، توتر مرض يبقى مذاكره زي الفل ومية مية، يتهبش في نافوكو ويدخل على جروب الدفعه. جروب الدفعه ساعات بيبقى فيه شويه كده اسئله انا اسال الله بها من سلطان، وجايبين اسئله كده من كوكب اخر او من كتاب مثلا سنه ثالثه او حاجات كده غريبه، والواد مذاكر وكويس ويلاقي ايه؟ السؤال نازل له عادي يطنش. لا، في عيال عندها توتر مرضي يتوتر، انا مش مذاكر، انا مش داخل الامتحان، انا هاجل، مشكله كبيره قوي ولا اي حاجه في الدنيا. اضرب اندرار، هتدخل تعمل رقبتي ولاب على اي بص يتحط في جروب الدفعه. فاهم حاجه ولا لا؟ مفيش مشكله. الاكزام، البابليك سبيكنج، الدرايفنج ان هاي ترافيك. انت مثلا وقت لسه بتعلم السواقه، ما بيقولوا عليهم السواقه بيعلموهم فين؟ في الصحراء، في اي حته فاضيه صح؟ فجاه طلب منك تنزل تسوق في وسط البلد الساعه 2 الضهر، ربنا يكرمك بسواق ميكروباص او اتوبيس لازق في ظهرك وعمال يجيلك استعجال وكلام من ده، هتعمل ايه؟ توتر. ممكن تتوتر وتركن على جنبه وحاجات من دي. لو انت بضرب اندرال هو يكلس وانت تكلس، هو هيش من ده. فاهم الفكره؟ يعني الميوزيكال انسترومنت، انت بتلعب في فرقه موسيقيه مثلا والفرقه 50 واحد وانت متوتر او مرات تطلع المسرح كبير، فكل شويه ايدك ايه؟ ترعش، تقوم مطلع حاجه غلط، فالمايسترو يبص لك يبرق لك، فانت ترعش اكتر تعك الدنيا. لو انت اخد اندرال هو هيبص لك وانت هتبص له عادي، بس هتفضل تعك برضه. فاهم الفكره؟ المهم
يبقى انت انكزايتي ملك علاج الانكزايتي. السيتويشنال ايه؟ انكزايتي. رقم 2 الايه؟ التريمورز. رقم 2 الايه؟ التريمورز. حلو. رقم 3 انتي مايجرين. ايه المايجرين ده يا اولاد؟ نفس ان شاء الله بعد نص السنه اللي هو الصداع النصفي. الصداع النصفي تفريص الصداع النصفي في الدول العربيه بيسمى ايه؟ بره مصر بيسموه ايه؟ الشقيقه. ايوه عشان بقى عليك شقيقه عشان عندي 2. تمام. الشقيقه تمام. طيب في الوقايه من المجرين هيدك، المجرين هيدك ده ولاد الصداع النصفي بيجي على هيئه عامل زي بروكا الازمه. يجي لك العيان عنده صداع حالا مش قادر يفتح عينه، رغم تفصيل الجلطه اللي بقى في التقويم، يا اما بتاع عايز تعمل له وقايه فالبي بي البروبرانولول في البروفلاكسس. لو انت عايز كلام محترم انا ما اعرفش الميكانيزم، ان كلير ميكانيزم. طب حاجه ولا لا؟ ما حدش يعرف الميكانيزم ده. احنا لاحظنا الناس اللي بتاخد البروبرانولول وكان عندهم صداع نصفي ما عادش بيجي لهم صداع نصفي زي الاول. يبقى انا قلت ثلاثه على السيد الناس حفظتهم معايا، حفظتهم معايا. روح النهارده حافظ البوله بتاع بكره ان شاء الله. ها انكزايتي تريمورز ميجرين. انكزايتي تريمورز ميجرين. انكزايتي تريمورز ايه؟ ميجرين. انت اما اهي انكزايتي تريمورز ايه؟ ميجرين. على الاي يلا ما انت قافل بيت ورا بيت دور، هتعمل ايه في الايكوس؟ هتقلل الايكوس فورميشن صح ولا لا؟ هتقلل الايكوس نمبر ايه؟ فورميشن. فتقلل الاي او بي مظبوط ولا لا؟ تيمولول ليفوبيونولول بيتاكسولول. سؤال سؤال، اهم حاجه التيمولول، اهم حاجه التيمولول. ايه من التيمولول؟ هو التيمولول اللي انا عايزه تيمولول. سؤال بيطرح نفسه، سؤال تعمل مايوز ولا ميدريزيس؟ مايوز ولا ميدريزيس؟ برافو عليكم. لا مايوز ولا ميدريزيس؟ ليه تعمل مايوزيس او تعمل ميدريزيس؟ ومين بيعمل ميدريزيس؟ مش عارفه. ومين بيعمل مايوزيس؟ ماسكرينك. هي مالها؟ بتقول ايه كلام يا ولاد؟ بتقول ايه كلام؟ ايه كلام صح؟ طيب يبقى بتعمل مايوزيس. وعلى فكره ودي من نقط تفوق القطره دي بنحبها علشان كده، لا تعمل لا مايوز ولا ميدريزيس. حد حفظ معايا الاربعه اكشن؟ انا عارف الثلاثه بتوع السي ان اس اللي هم كانوا مين؟ انت انكزايتي تريمورز مايجرين بروفلاكسز، والاي تقلل الاي او بي. الكارديو فاسكولار ولا بنخاف. عندك على الكارديو فاسكولار ايه؟ هارت. بلاد فيزل ايه؟ بلاد بريشر. بيتا بلوكر. بيتا بلوكر تعمل ايه في الهارت؟ هتقلل خصائص القلب، هتقلل الكونتراكشن والهارت ريت. نيجاتيف اينو نيجاتيف كورونو، يبقى الدم اللي خارج القلب اخباره ايه؟ يقل. يقل الكاردك ايه؟ اوت بوت. انا كقلب هشتغل كتير ولا قليل بالدرجه دي؟ قلل الورك اوف ذا هارت. فاستهلاكك للاكسجين ايه؟ اللي هيشكرك من قلبه في اللقطه دي عيان الذبحه الصدريه يا ولاد. انا عملت لكم الذبحه اللي هي عباره عن ايه؟ نقص الاكسجين رايح للقلب. فلما تيجي تقول له يبقى انت الاكسجين بتاعك يا قلب قليل، فانا هريحك شويه، اقلل احتياجاتك، فاهمني ولا لا؟ بت حلوه جدا في الذبحه الصدريه. وجلطه القلب نفس الكلام، فاهمين دي ولا لا؟ اقلل الاكسيتابيلتي وانتي اريثميا ضد اضطراب ضربات القلب. ما انت لما بتهدي القلب بتدي بيتا بلوكر، بتهدي ايه؟ القلب. دي اسمها انتي اريثميا. اسمها ايه؟ كبيتا بلوكر. رقم 2 اسمع اسمع، قال لك لو زودت الجرعه بيقفل السودوم شانل. حد عنده تخيل لما تقفل السودوم شانل ايه اللي يحصل؟ تمنع حاجه اسمها الاكشن بوتنشال، خدت الكلمه دي؟ ايوه. فتمنع الديبرايزيشن، تمنع اكشن بوتنشال، تمنع حاجه اسمها ممبرين ستابلايزيشن. ممبرين ايه؟ ستابلايزيشن. زي اللوكال انستيزيا بالظبط، زي اللوكال ايه؟ انستيزيا. يبقى الاثنين دول شبه بعض، هتبقى شبه دواء اسمه الكينيدين. اشهر دواء في الطب بيقفل السودوم شانل الكينيدين في علاج الاريثمي. كينيدين لايك ممبرين ستابلايزيشن او لوكال انستيزيا ايه؟ اكشن. حد هيقدر يقول معايا احنا عملنا ايه في الهارت؟ بيتا بلوكر decrease all cardiac property. نيجاتيف ايه؟ اينو. نيجاتيف كورون. اخبار الكارديك اوت بوت يقل. الكارديك ورك يقل. يقل والاوكسجين كونسامشن يقل. اكسبتابيلتي تقل. انت ايه؟ اريثميا. كبيتا بلوكر وكصوديوم تشانل بلوكر قفلناها شبه الكينيدين واللوكال ايه؟ انافيديا. لا انا بعملها. بص هو بتبقى على الاس نود الموضوع في الاريزما كبير قوي، انت بس جاست لو كان عندك اريزما بتقللها خلاص. طيب على البلاد فيزل هتعمل ايه؟ على البلاد فيزل، على البلاد فيزل هتعمل ايه؟ بالراحه بالراحه، انا بعترف قدام حضراتكم ان انا بروبرانولول.
غشيم. انا دواء غشيم، انا بعترف. قفلت بيتا 1 يا بروبرون رول ولا بيتا 1 وبيتا 2؟ بيتا 1 وبيتا 2. بص على السبوره ما تحفظ، افهم افهم. قفلت بيتا 1 وبيتا 2. شفت بقى انت عملت ايه يا فالح؟ انت خصصتني برضه ايه؟ هيبقى لك الفا 1 هي اللي موجوده على الراس فيزن، تعمل برضه ايه؟ كونستريكشن، فترفع البريفرال ايه؟ ريزيستنس شويه. صح ولا لا؟ ان اوبوز. ان اوبوز يعني ايه يا ولاد؟ ان اوبوز يعني ماشي، مفيش حد واقف قدامك. صح ولا لا؟ الفا. بس اقول لك على حاجه، ما تقلقش البريفرال ريزيستنس هتنزل، هتنزل بعد فتره. فولود باي ديكريز البريفرال ريزيستنس. ده يخلينا بقى نتناقش في سؤال. البلاد بريشر، اخبار البيتا بلوكر على البلاد بريشر ايه؟ هايبوتنشن. عندك كم ميكانيزم على السبوره؟ كم ميكانيزم؟ نيمت مين؟ الهارد. نيمت مين؟ نيمت مين؟ دول نيمت مين؟ رنن. اربع ميكانيزم. بس خلي بالك انا كنت لسه معاكن عليكم من دقيقه ان انتوا خسرانين ايه؟ فمرافع البريفرال ايه؟ لما تيجي تدي الدواء مش عارف يوطي الضغط من اول يوم. ليه؟ في فاكتور مضايقه. صح ولا لا؟ فيقول لك محتاجه برولونجد ايه؟ يوز. لغايه ليه؟ لما تحكم السيطره. ليه يا اولاد؟ بص افهم تعالى. هو انت لما قفلت بيتا 2 الدقه مين مفتوحه؟ عرفان؟ بتعمل فازو ايه؟ لحظه، هي الفا 1 دي بتشتغل ازاي في جسمك؟ باي باي ايه؟ نور ادرينالين. صح ولا لا؟ حلو. انا بقى كبيتا بلوكر بعمل ايه؟ بقى لي مين بعد فتره؟ نور ادرينالين. فبالتالي لما ده نور ادرينالين هيقل، مين معلش هتعرف تعمل فازو كونستريكشن كويس؟ الالفا 1. هنبدا البريفر ريسيستنس ايه؟ تقل. تاني دي هي التريك الوحيد في البيتا بلوكر اصلا. خلاص؟ عشان لما اقول لك البيتا بلوكر بتعمل ايه في الضغط؟ قولا واحدا هاي بوتنشن. انت عارف الكلام ده من قبل ما تيجي اصلا. من قبل ما تيجي عارف ان البيتا بتعلي الضغط، فالبيتا بلوكر بتوطي الايه؟ الضغط. انت اللي بيضايقك شويه ان هي بتتهبل في دماغها، ولو كانت من الادويه العاميه اللي بتقفل البيتا بلوكر بتاع ايه؟ تقوم رافع لك ايه؟ البريفرال ايه؟ ريزيستنس شويه. انا ما قلتش ترفع الضغط. لان انا عندي اربعه ميكانيزم وهكملهم لك سته الوقت بيوطوا الضغط. فما تقوليش واحده تكسب سته. معايا؟ البريفر ريزيستنس زادت شويه بس انا بيقابلها ست ميكانيزم بيحاولوا يقللوا. فيبدا يبقى في صراع في اول استعمال الدواء. بعد شهر من الاستعمال السته يكسبوا تماما والضغط يبدا ايه؟ يتقابلوا بينهم يا اولاد. لو انت قررت تستعمل بيتا بلوكر في علاج الضغط. بيتا بلوكر في علاج الايه؟ تحب بيتا بلوكر عامية غشيمة بتقفل بيتا 1 وبيتا 2 ولا حد يقفل بيتا 1 بس؟ بيتا 1 بس. شوف شوف ايه اللي يخليك تستنى اربع اسابيع والجو ده كله معايا ولا لا؟ حلو الكلام. يبقى لو سمحت، هو لو انا بجيب سؤال ريتن لسنه ثالثه بحفظه له واقول له اكتب عليه سؤال ريتن، اقول له ازاي بيتا بلوكر بتوطي الضغط؟ يقول لي يا دكتور لو سمحت بيتا بلوكر في السي ان اس تمنع السبوتر ايه؟ اوت فلو. ده في انهي بيتا بلوكر؟ اللي بيعدي بلوكر بيتبين اللايبوفيليك. البوربرانولول من انهي مجموعه؟ اللايبوفيليك. البوربرانولول احنا عندنا لايبوفيليك وهيدروفيليك. البوربرانولول بتاعنا من اللايبوفيليك فيعدي بلاد برين بارير. فالميكانيزم دي معاه صح ولا لا؟ بمنع البريسا اللي بيبريسا كانت بتاع من النوع ايه؟ ادرينالين. بمنع الهارت. بمنع الرينين. واقول لكم على مفاجاه لما تيجي تاخد راي الشخص مين اقوى ميكانيزم في الاربعه؟ الرينين. لان اكتر سبب يعلي الضغط الرنين. معايا؟ طيب بارو ريسبتور اكشن، انتوا فاكرين بارو ريسبتور يا ولاد؟ بارو ريسبتور دي موجوده هنا، دي بتحس بالضغط. لما ضغط حضرتك بيعلى بتاخد رد فعل تبعت الفيجاس يعمل برادي ويوطي الضغط وكلام من ده. ادي حاجه الكرافتة الكاروتيد. بالظبط كده. الطبيعي ان دي انتوا ولاد انتوا ليه ضغطكم مظبوط على 120 80؟ بديس فيها سنسر ضغطك بيعلى بتوطيه بيوطي بتزوده. اوكي؟ يقول لك العامل بتاع الكرونيك هايبر تنشن احيانا البارو ريسبتور ممكن تبدا ما تحسش قوي باللي بيحصل. فالضغط ممكن يزيد
وهي مش حاسه. فالبيتا ريسبتور اوف انكلير ميكانيزم ترجعها لاحساسها السابق، تعملها ريسيتنج، عارف كلمه ريسيتنج او ريستارت، ترجعها لوضعها الاولاني. خلاص يبقى لو سمحت بتريسيت السلسله بتاعت مين؟ الباروسيبتور. معايا؟ حلو. على البلاد فيزل وجد ان البيتا بلوكر البلاد فيزل حاجه اسمها البروستاسايكلين، هناخدها ان شاء الله في الاوتاكويد. البروستاسايكلين ده نوع من انواع حاجه اسمها البروستاجلاندين. اخدت سمعت الكلمه دي؟ ايوه. كلمه البروستاجلاندين ده بيعمل فاز دايلاتيشن، بيعمل فازه ايه؟ دايلاتيشنز. واتفقت معاكم ان بعد فتره من الاستعمال اخبار البريفرال ريزيستنس ايه؟ هتقل بعد ما كانت زادت في الاول، صح ولا لا؟ معايا؟ وفي بيتا بلوكر جديده، مش بتكلم على الرون لول، في بيتا بلوكر جديده اللي بتقفل الفا والبيتا، بتعرف تعمل فازو دايلاتيشن. هو لو انت قفلت الفا مع البيتا تعمل فازو دايلاتيشن ولا لا؟ لا. لو قفلت الفا قفلت الفا تعمل فازو دايلاتيشن، مش الفا تعمل فازو كونستريكشن. طب لو قفلت الفا البيتا نعم البيتا اللي هو ايه؟ البيتا مين اللي كان مزود التون في بلاد فيزل؟ قوي الالفا. تاني استاذن حضراتكم بهدوء بهدوء خالص بهدوء. انا بقول ايه في البيتا بكره على الكارديو فاسكولار؟ ما قلتش حاجه. الهارت عملت ايه؟ الهارت ديكريز اور كاردياك بروبرتي نيجاتيف اينو نيجاتيف كورونو، فالكاردياك اوت بوت قل، الكاردياك ورك قل، والاوشن كونسومشن هيقل، والاكسبتابيلتي بتقل. وانتي اريثمي، انتي اريثمي ازاي؟ كبيتا بلوكر وقفلت الصوديوم ايه؟ الشانل شبه اللوج انستيزيا او ده اسمه الكندين، صح؟ على البلاد فيزل قلت له دكتور احنا هنعترف معاك ان البروبرانولول دواء غشيم. يعني ايه غشيم؟ بيقفل مين؟ بيتا 1 وبيتا 2. فلما يقفل لك بيتا 2 عملت ايه حضرتك؟ بريفرال ريزيستنس. البريفرال ريزيستنس هتزيد لانه عندك حاجه اسمها ارنولد بوز ايه؟ الفا، مظبوط؟ وده اللي مخلينا لما اجي اقول لك على البلاد بريشر هيقطب على قد ايه تقريبا؟ اربع اسابيع. اديني ميكانيزمات، هات من على السبوره. واحد منيم الهار، اثنين منيم السيرفيس كاوت فلو، ثلاثه مقلل نور ادرينالين ايه؟ ريليز، اربعه مقلل مين؟ الرينين. ورجعت مين اللي احساسها؟ الباروسيبتور. ولا مانع من بعض الاكشن على البلاد ايه؟ فيزز، ازود بروسا سايكلين، صح الكلام؟ واقلل البريفر ريزيستنس ليتر اون. نعم. يس لان كان الالفا كانت عامله تون عالي قوي، لما انت قفلت الفا النور التون هيرجع للنورمال، كانت عامله كونستريكشن انها كانت زايده. ده بلاد فيزل نورمال. انت كنت عامله كده، انت كنت عملته ايه؟ رجعته. ده من في الادرينالين اللي مستفرده بيه البيتا 2 قامت واسعه، لكن الثاني مفيش حاجه حصل. وصلت؟ طيب ماشي يا ولاد. نعم. ما فهمتش حتى الباروسيبتور. الباروسيبتور انت عندك الباروسيبتور دي بتحس بضغطك لما بيعرف توطيه يوقف عليه. مع كرونيك هايبرتنشن ممكن ما عادش تحس. فالعين ضغط يعني وهي مش حاسه. فالبيتا بلوكر بتخليها ترجع تحس زي الاول، فتساعد ان الضغط يوقف. معلش بقى تعالى بتاع الادرينالين تفكرني. فكرني كده بمعدل الضغط اللي احنا ذاكرناها كتير مع بعض، معلش فكرني بيها. الفا 1 بيتا 2 كان معانا هنا بيتا 1 صح؟ مش دي معدل الضغط اللي انت حافظينها؟ لو انا اديت بيتا بلوكر صح؟ الباقي بس الفا اخبار الضغط ايه؟ يزيد. يبقى تسمح لي اقول ان البروبرانولول هيأوجمنت يعني ايه؟ يقوي يزود الهايبرتنشن في ادرينالين. انا كادرينالين كنت بعمل ايه في الضغط يا ولاد؟ كادرينالين كانت بيتا 1 بترفع صح؟ والفا 1 بترفع، ومين اللي بيهدي الدنيا؟ بيتا 2. مش ده كان ادرينالين؟ ادرينالين ادرينالين بيشغل بيتا 1 بيشغل الفا 1 وبيتا 1، بس بيتا 1 هي اللي كانت بتهدي الضغط شويه. لو انا بيتا 2 لو انا جيت قمت شايل من المعادله دي
كل البيتا هيبدأ من فقط الضغط الأعلى صح لا يبقى البيتا بلوكر هتأجمن الهايبرتنشن في أدرينالين معايا؟ طب في ده اسمه أيزوبرينالين كان بيعمل في الضغط ما ترهقش نفسك عندك معدل أيزوبرينالين ده بيشغل بيتا 1 وبيتا 2 صح؟ يبقى طبق المعدل ده كان بيتا 1 ما عندوش ألفا صح؟ يبقى بيتا 2 وبيتا 2 صح كده؟ ما عندوش ألفا اللي عنده سهم طالع وسهم نازل وسهم نازل صح ولا لا؟ لو اديت بروبرانولول هيعمل له ابولش هيلغي الافكت بتاعه صح ولا لا؟ هو بيشغل اثنين ريسبتور وانا بقفل اثنين ريسبتور يبقى هيابولش او هيبلوك الهايبوتنشال في ايه؟ ايزوبرينالين صح كده؟ واحد تاني دكتور اسمح لي اجمع معاك للمره الاخيره الكارديو فاسكولار اكشنز اوف بيتا بلوكر على الهارت ديكريز اور كارديك بروبات يعني ايه؟ نيجاتيف ايلو نيجاتيف كورونو اليبتيك كاردياك اوت بوت والكاردياك ورك والاكشن ايه كونسامشن صح وقال لي انت حاجه اسمها الاكسيتابيليتي وانتي اريزمي انتي اريزمي ازاي بيتا بلوكر وشبه ده اسمه الكينيدين من برين ستابلايزيشن افكت الصدم ايه اتشن صح على البلاد فيزل انا اعترف انا كبروبرانولول ان انا غشيم غشيم يعني قفلت مين بيتا 1 وبيتا قفلت بيتا 2 فبقت مين على البلاد فيزل من الفراحه لوحدها بتسموها ان اوبوزد ايه الفا تعمل فازو ايه كونستريكشن في مشكله تقول لي ده كلام كويس جدا فالبريفرنس تزيد في الاول بس اقول لك ان هي هتنهار اديني بس اربع اسابيع كيف تعمل بيتا بلوكر كانت هايبرتنسيف ما تقلفش قول لي بتنمي نايم الهارت سيمباتيك اوت فلو نور ادرينالين رنين وترجع من اللي حسيتها الباروسيبتور ولا مانع من اكشن على البلاد ايه فيزل شويه بروستاسايكلين وبريفرنس ايه ريزيستنس علاقتك ايه بالادرينالين تاجمنت وتمسح مين الايزوبرينالين نسيت على الاي عملنا ايه قللنا ضغط العين صح ولا لا والاي تي ام على السي ان اس على السي ان اس كانت انتي انكزايتي وتقلل التريفرس وفي البروفلاكسز اوف مايجرين هيدك الصداع النصفي اوف ان كلير ميكانيزم معايا عشان اتغلب على الحماقه اللي حصلت هنا ان انت لما قفلتي انت عندك مشكله هنا انت قفلت لي دي فالبريف ريزيستنس مضايقاني فانا هاخد وقت لغايه لما اتغلب على المشكله دي المشكله صحتك لما تيجي تستعملي انت هايبر تنشن بتحب انهي مجموعه فقط بس عشان ما تخش في الدايليما دي بص هو انت لما فاتت بيتا 2 مين بقى على الفا 1 مين بيشغل الفا 1 في جسمك انت بعد اربع اسابيع بتكون عملت في النقطه دي ماشي يا من قبل ما اتكلم ريسبيريشن انا بتكلم على بيتا بلوكر في بيتا 1 وبيتا 2 على الريسبيريشن متوقع لي صديق ولا عدو قول لي بروبرانولول عدو طبعا يبقى انا كبرونكيال ازمه ازماتك بيشن حلو الوحش الدواء ده سيء جدا ده ممكن يدخلني في ازمه نحط قاعده انا مريض برونكيال ازمه وقلت لك النهارده تديني انهي بيتا بلوكر سيلكتيف بيتا 1 على الميتابوليزم على الميتابوليزم اعكس الادرينالين يلا اعكس الادرينالين مش تعكس الادرينالين يا ابني يبقى تعمل ايه في السكر تقلله يا سلام بقى لو كان عينك بياخد انسولين ولا ادويه سكر تبقى مصيبه السكر هيقول لي قوي صح ولا لا ماركت هايبوجلايسيميا اروح بقى اعرف فجاه المصيبه مش في الماركت هايبوجلايسيميا عارف المشكله فيها يا اولاد ان العيان ممكن سكره يقل اسمع من غير ما يحس لا انت واخدته في الباي ولا لا معرفش من علامات الهايبوجلايسيميا ايه؟ نقص السكر دي. العين بيحس بايه؟ دوخه، تريمورز، تاكي كارديا، صح ولا لا؟ على فكره الحاجات دي انت بتسميها في الطب السمباثيك، صح؟ صح ولا لا؟ لك ان تخيل عايز المستمع انت مديني بيتا بلوكر اللي ضرب السمباثيك ومنيب الهارت.
فعلمك سكره قل من دون ان يدري. صح. ساعات بيسموها في الطب سايلنت كوما. الحاجه الوحيده اللي مش هتتاثر في ايه ولا فيه عارفين ايه؟ السويتنج. كنتوا فاهمين قوي لان السويتنج تبع عنده ريسبتور اصلا ماسكارينك. ماسكارينك صح. سيمباثيك بس ماسكارينك. سيمباثيك بس ماسكارينك مظبوط ولا لا؟ فاهمين دول؟ فانا بعلم المعنى. هو هيقلب الغول صح؟ ففي النورمال، في النورمال انت بتحس ان سكرك قل ازاي؟ نقص السكر بينبه السمباثيك يعمل لك تاكي كارديا بلوك ناخد سكر تريمورز كان ده كله تعرق. فالعين عارف انه محتاج سكر الوقت اللي اخد بيتا بلوكر السمباثيك عنده شغال. انت مكتفه اهو انت مكتفه ومنايم السمباثيك على الظهر قافل البيتا على الظهر ما بيحسش بالكلام ده. فممكن السكر بيقل هو مش جريان. اللهم انا شويه عرق سايلنت كوما معايا ولا لا؟ فخطيره جدا. يبقى برضو المره الثانيه لو انا مريض ديابيتك عندك واحتجت منك بيتا بلوكر تديني اللي تلعب في السكر ولا مالهاش علاقه بالسكر؟ مالهاش علاقه بالظبط كده صح ولا لا؟ على الفاتي اسيد تعكس نعم ها اوكي جاي اهو جاي في اللابوليس اهو هقلل اللايبوليسيس توصل ان هي تنطر قد كده هي تستعمل بس بحذر تمام؟ انا عندي بس مشكله مع فات السنه اسمه وسات من البروس دلوقتي الفرق اسمه اسمه فات تمام كده؟ بس في عندي مشكله ما اعرفش سمعتوا عن حاجه اسمها الاتش دي ال والال دي ال ولا لا؟ هاي دينستي لايبو بروتين ولو دينستي لايبو بروتين يا ولاد هاي دينستي لايبو بروتين ولو دينستي لايبو بروتين دول الكاريز بتوع الكوليسترول دول بتوع الايه؟ الكوليسترول بمعنى ايه؟ الهاي ده الهاي ده الحلم لانه بياخد الكوليسترول من التشوز يرجعه لك الليفر فبيحميك لكن ال ده وحش لان ده ممكن لو زاد يحط الكوليسترول فين؟ في التشوز في الوول بتاع البلاد فيزل معايا؟ بيعمل لك اثر ايه؟ اثر سكلوزس. وجاي ده بقى مفاجاه سيئه ان البيتا بلوكر بتزود بتقلل اتش دي ال اللي هو البروتكتيف بتقلل مين؟ البروتكتيف فقد تزود احتمالات الاثر سكلوزس بس لو سمحت لا تاكل متطرف يعني ما تقوليش ما تستعملش في حالات الاثر سكلوزس لا هي فاين فاهمني؟ يعني اوكي هي مش لطيفه في الاثر سكلوزس بس مش لدرجه تبقى ممنوعه منعا باتر وكلام من ده خلاص بتقلل الرينين البوتاسيوم اخباره ايه يا شطار بوتاسيوم ها هايبر كاليميا هايبر ايه كاليميا في مشكله في الاكشنز بتاع بلوكر هول عناوين اصل الناس جت اي تي ان انكزايتي تعالج انكزايتي تريمورز مايجرين بروفلاكسس اي تقلل الاي او بي كارديو فاسكولار هارت تريح الهارت بريفر ريزيستنس زودتها في الاول شويه بعد كده قلل بلاد بريشر بتوطي الايه؟ الضغط صح؟ على الريسبيريشن صديق ولا عدو؟ عدو على الميتابوليزم قلل الجلوكوز وعمل لي مشاكل قلل الفاتي اسيد قلل الرينين وارفع لي مين؟ بوتاسيوم يوزز اقول لك مفاجاه اول اربعه يوزز مش هقولهم اقولهم ليه؟ ما هم الاربعه يوزز بتوع السي ان اس والكارديو فاسكولار اللي هم كانوا مين يا اولاد؟ اي تي ام انكزايتي وتريمورز وايه؟ ويل مايجرين بروفلاكسس انكزايتي بيعالج السوماتيك مانيفستيشن في الانكزايتي انت وانت متوتر عندك سوماتيك مانيفستيشن ضربات قلبك سريعه عندك تريمورز هو بيلغي الكلام ده كله صح ولا لا؟ تريمورز انت احيانا بيحصل لك تريمورز نتيجه ايه؟ السمباتيك اوفر اكتيفيتي والفاميليار تريمورز في فاميليار تريمورز في عائلات بتبقى عندهم مشكله حته التريمورز دي ما تستهينش بالتريمورز يجي لك دكتور اسنان يقول لك تصرفني او جراح لان ما ينفعش مثلا انا كدكتور اسنان مثلا وانا قاعد مع العيان بتاعي واقول له احنا ان شاء الله هنعمل كده في اسنانك او يجي لي جراح اقول له احنا ان شاء الله هنعمل كده في الاورطه عندك ده انت فاهم الفكره؟
فالتريمورز وبتستجيب استجابه غير عاديه للبروبرانولول. ممتاز استاذ ورئيس قسم فعلاجها. تمام. في المايجرين بروفلاكسس تي دي اس دي يعني ثلاث مرات في اليوم. السفر اصلا كل ده ما يفرقش معاك اصلا، بس مش مكتوب صح، مش مكتوب، مش بيدور صح، مش بيدور، مش بيدور، مش بيدور. في الاي في الجلوكوما لو انواع الجلوكوما فاكرينها يا كلوز انجل يا ايه قلنا صح. هو في بيعمل ايه؟ بيقلل الفورميشن اوف اكواس، بيقلل الفورميشن اوف ايه، يعالج الاوبن انجل ايه جلوكوما. قلنا يعمل موز ولا مدريزس؟ لا ده ولا ده، ملوش علاقه بالموضوع اصلا. مين بيعمل مايوزس؟ اسكارينك. مدريزس الفا بيقل اكواس فورميشن. بيحبوا التيمولول قوي يا ولاد. ولاد بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم، هو التيمولول بس اللي احنا عايزينه لو سمحت. انا مريض برونكا الازمه، مريض برونكا الازمه، لو انت اديتني تيمولول متوقع اي حاجه ولا عادي؟ مش مشكله ولا مش فارقه؟ سؤال نتفق اتفاق، بس نتفق اتفاق، هي الأطرة اللي تحط في العين توصل للدم ولا توصلش؟ توصل. انتوا بتحطوا بنحضروا السكيشة ولا بنحضروش؟ هو السؤال مترتب على ده. لا ده تقريب في المديول اللي فات. اتقال. ممكن يبقى حضرنا السكيشة او ما حضرناش او نسينا. بس في معلومة ما بتتنسيش يا ولاد، في معلومة مش بتتنسي. الأطرة بتوصل ليه؟ انت عندك هنا كونجنكتيفال او في العين بلاد فيزيتس. رقم 2 في عندك حاجه اسمها نيزو ليكريمال داكت. نيزو ليكريم ايه؟ داكت. فالايه ينزل على النيزو فارنكس، ينزل يوصل السيستم سيركيليشن، فالأطرة بتوصل للدم. وانا كمريض برونكيال ازمه، انت خلي بالك هي بتوع الاي دول بيفرق بيتر وبيتا 2 لا، وانا جسمي حساس جدا جدا لاي بيتا بلوكر كبرونكيا الازمه. فتيك كير يعني دايما يقول لك ايه، لو استعملها في البرونكيا الازمه ويز بريكوشنز بحذر، يعني ما تبقاش مسرف انت وعيانك ومش فارق معاك المعلومه. فاهمني ولا لا؟ ان القطره دي في البرونكيا الازمه تيك كير. خلاص؟ طيب يس فامسين اوكي. وهفكرك في الجنرال، مريض البرونكيا الازمه عنده سوبر سنسيفيتي تو بيتا بلوكر. المشكله في كده انت معاك انت كنورمال ناثينج، تمام كده. انا مشكلتي في الازمه بيبقى حساس جدا الموضوع ده معايا. انا معاكي بس مش مختلف معاكي، بس مش درجه، لا مش هتظبط، ما هيش شغاله زي الادرينال بيعمل اكتف دايركت فازو كونستركشن. انت معايا؟ تمام؟ طيب ملعبك الرئيسي فين؟ كارديو فاسكولار. اكيد مش هو الاكشن في الميتابوليزم ولا اكشن في الريسبيريشن صح ولا لا؟ كارديو فاسكولار خليك منظم. عندك هارت بلاد فيزل بلاد ايه؟ بريشر على الهارت. ولاد فكروا كده معايا، انا بيتا بلوكر عملت في الهارت، ريحت القلب صح ولا لا؟ وهديت الاريزمي. يبقى نفكر مع بعض، انا عايز امراض القلب فيها يرتاح. عارف انهي امراض؟ الامراض دي. مين الامراض دي؟ الاسكيميا. الاسكيميا، الاسكيميا اللي في القلب. ليه يا ولاد؟ ليه يا ولاد؟ لما بيكون في اسكيميا في القلب معناها ايه الاسكيميا؟ ان السبلاي اللي جاي للقلب اقل من الشغل بتاعه، دي كلمه اسكيميا صح ولا لا؟ فانا كبيتا بلوكر ايه الاوفر اللي اقدمه للقلب؟ اقل شغله، فيبدا يتعلم مع اللي جاي له. فاهمين دي ولا لا؟ فملعبي الرئيسي الانجينا الانفاركشن، هم دول الحاجتين اللي فيهم خلل. الاريزميا انا حافظها انجينا انفاركشن اريزميا، انجينا انفاركشن ايه؟ اريزميا. طيب ده عناويني اول، ممكن بقى تركز معايا عشان هشرح لك يعني ايه كلمه انجينا، انواع الانجينا المختلفه. بص كده عندي انواع الانجينا المختلفه يا ولاد. واحد تصيب المدخنين، اسمعني اسمعني، دي اسمها كلاسيك انجينا. اسمها ايه؟ كلاسيك او ستيبل. كلاسيك او ايه؟ او ستيبل انجينا.
ده الكورونا في تصلب شرايين اثيروسكليروزس. والولاد هي ايه مشكله تصلب الشرايين؟ مش حكايه ان هو مش حكايه ان هو نارو بس نارو اند فيكسد. حضرتك لما بتعمل مجهود صف الكورونا ده ليه يظبط لك الدنيا. لكن تعالى لي بقى عيش معايا اللحظه. انت عندك فيكسد كورونا دي. اعمل بقى مجهود، اعمل مجهود يا شاطر. ها مين ما وسعش بقى عندك هنا اسكيميا، بقى عندك هنا وجع. تعالى بيسموها اكسرسايز. دي كلاسيك ستيبل. انت حياتك مستقره ما لم تعمل مجهود. خلاص؟ دي علاجها الطبيعي انك تهدي القلب شويه. ما تخلي ما تخليه لما يجي يعمل اكسرسايز ما يشتغلش جامد، يعمل كتف. يس يس يس. ودي هتبقى من ضمن المشاكل العيان شويه ان هو ما عندوش قدره على عمل مجهود كبير. نعم. وصراحه انا اوغان هايبرتروفي. اوكي وبعدين الهايبرتروفي مشكله. ده اثيروسكليروز مشكله اثرو تصلب. مشكلته مش عارف يوسع. ده مش هيوسع كام يوم. لو انت حتى لو انت عملت لي عايزه تساعدني اعمل ايه هنا مش فارق معايا في حاجه. انا مشكلتي في هنا ده. تمام. طيب في بقى غير جدا من الانشطه حتى اسمه فاريانت مختلف. ادي الكورونا اهو زي الفل زي الفل شباب وفجاه اصبح كده. حصل فجاه فازوس باز. طبعا يعني يقال بقى ايه سبب المشكله يا اولاد؟ انتوا عندكم فول بيتا 2 صح؟ كورونا والفا 1 اكاد لا تكاد تقصد. يعني على فكره الموضوع ده ليه تفسيرات كتير بس دي النظريه اللي في كتابنا يعني. وفي الفا 1 بس من الاخر الابر هاند بلا منازع بيتا 2. في ناس بقى عندهم الفا 1 دي مجنونه. انتوا بتسموها عندكم في الفارما سوبر سنسل. سوبر ايه؟ سنسل. تقوم اخد فلاطه ابر هاند. لو اخدت ابر هاند مره واحده تقوم عامله ايه؟ باظوا ايه؟ كونستريكشن. فتقوم مضايقه اليمين فيحس بعرض الزرقاء. تمام؟ دي طبعا فاريانت. ده نوع مختلف مش الكلاسيك خالص. طبعا وصفه كان راجل برنس خالص كان اسمه برنس ميتا. اخد رايكم الشخصي البحت. راي شخصي بحت. البروبرانولول هيفيدني في انهي نوع من النوعين دول ولا يفيدني في النوعين؟ كلاسيك بس. طب والتاني ما يفيدنيش ولا ممنوع؟ انت عارف لو انت اديت البروبرانولول في النوع التاني تدخل التاريخ وما نعرفش نخرجك ابدا. فاكر حد في حد قبل كده دخل التاريخ برضه ودخلناه من كام يوم بقى كنت عامل ايه؟ كنت عملت ايه؟ بتاع سكند دوز. احنا مش عارفين نخرجه حتى هذه اللحظه. بس اللي هيدي في الفاريانت انجينا بروبرانولول ده مستحيل يخرج. ليه؟ لان قفل مين؟ قفل مين؟ البيتا 2. الله عليك انت سلمت الكوروني باريحيه لمين؟ الفا 1. بالله عليك مستحيل يخرج. تمام؟ يبقى حلو قوي. اسمع بقى قول لي بقى انت قفلتني بايه؟ تعالى لي قول لي الرول بتاعك في الفاريانت في الانجينا بيكتروس بروفلاكسس في الوقايه من الذبحه الصدريه ان بتوين اتاك. قللت الورك اوف ذا هارت والاوكسجين كونسامشن. منعت الاكسرسايز تايكارديا. انا احلى حاجه في البيتا بلوكر بتكتف القلب اعلى هارت ريت توصل له 120. انت ممكن تعمل مجهود قوي تعدي الكلام ده صح ولا لا؟ هي مش هتخليك تعدي 120 ابدا. بتقلل البلاد بريشر. ده لمين؟ البلاد بريشر. وبتقلل التوتر. الكلام ده كله بيريح مين؟ صح ولا لا؟ بس لو سمحت تستعمل في الانجينا هي نتيجه الاثرو مش في السباستيك انجينا اللي هي الفاريانت او البرنز ايه؟ ميتال. لانها هتورسن الكونديشن لانها قفلت مين؟ البيتا. فتسيب لك ان اوبوزد السوبر سنسيف ايه؟ الفا. تمام كده يا نادر؟ انت ايش يعني برنز ميتال؟ اسمه الراجل؟
بعد زي الفا فين بقى بهذا المرض؟ لا، لان اخذ الاثروسكليروتيك ده ما بيستجيبش اصلا، لا فازموسيلتر ولا فازر. ايه acute phase of myocardial infarction؟ ولاد، هو ايه الفرق بين الانجينا والانفاركشن؟ الانفاركشن تلف التشت ده انفاركشن. حصل ديتشن في الاثروس بليك، جت بليت 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 تك 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 الحته من القلب دي بتموت او مات. دي انفاركشن. ايه اللي حصل؟ وجهه نظر، لو القبضه كبيره قوي قوي ما يعرفش ينقبض، دي اسمها ميكانيكال فيلير، عملت فيلير. لكن السبب الثاني مفاجاه بالنسبه له، سبب الوقف الثاني او الاول بعد اذنك، اريثميا. ليه؟ انت عارفين ايه اعراض الذبحه والانفاركشن؟ ماشي. اعراض الذبحه وجع، وجع تشست بين، لكن انا عندي وجع هيفنس تايتنس تقل، يسمع هنا في الكتف الشمال والدراع الشمال ويحن هنا خلاص. وجع الانفاركشن جلطه القلب، عايز تتخيل معايا قطعه من القلب بتموت تحترق، تمام؟ انت متخيل وجع عامل ازاي؟ سيفير سيفير تشست بين. العيان يقول لك حرفيا الدكتور انا حاسس بفيل قاعد على صدري، تمام؟ انا شفت الموت بعينيه يا دكتور، ده لو كتب له النجاه فهمني ولا لا؟ فوجع خرافي سيفير ستريس. مثلا ندرجه في الاوتونوميك ستريس، يعني سمباثيك صح؟ يعني ماركت ريزف ادرينالين في جسمه. يا رب نكون فاهمين ادرينالين بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ هايبوكاليميا. وانا علمت لكم حاجه، انا بخاف من الهايبوكاليميا قوي في ايه؟ اريثميا. تعمل ايه؟ اريثميا. رقم اتنين، التشو اللي بيموت ده ممكن هو شخصيا يبدا ياخد مكان الاس انود ويتجنن ويولد ابنورمال امبلس، يعمل اريثميا. فاهم حاجه؟ يبقى انت عندك يكاد يكون سبب الوفاه الرئيسي هو اريثميا. رقم اتنين، لو كانت الجلطه كبيره يعمل ايه؟ فيلير. انا بقى كبيت بكر هعمل ايه؟ بالراحه. انا مين اللي انت اريثميا صح؟ وبعمل ايه في البوتاسيوم؟ هرفع البوتاسيوم. رقم اتنين، القلب يمر بضائقه ماليه غير عاديه، الاوكسجين قليل صح ولا لا؟ انت دلوقتي عندك الاوكسجين قليل، الدخل بتاعك قل قوي مره واحده، ينفع تقعد تصرف مصاريفك ولا لازم تهدى شويه؟ علشان الجلطه ما تكبرش، مش تصغر، عشان الجلطه ايه؟ ما تكبرش، فهمت الفكره ولا لا؟ يبقى في الاكيوت فيز اوف مايوكاردر انفاركشن انت دورك ايه؟ بتقلل مين؟ الاريزمي باي انت اريزميك ايه؟ ده بلوك اوف ادرينالين انديوز هايبو ايه؟ كاليميا. رقم اتنين، قللت الورك اوف ذا هارت، والنبي عشان خاطري اكتبوها في الطريقه اللي انا عايز ايه؟ الليمت الانكريز، ليمت انكريز ان سايز اوف انفاركشن. اصل بيني وبينكم الجلطه اللي اتكونت مش هتظهر. فاهم حاجه؟ هو ما يخلاش تكبر، ما يخلاش ايه؟ تكبر، مش يصغرها لي. في فرق بين الكلمتين، فاهم حاجه؟ عندك جلطه قبل كده مش هتكبر، لكن مش هتظهر. معايا؟ حلو تمام. وجدوا مع اللونج يوز يا ولاد، وجدوا مع اللونج يوز، مع اللونج يوز ده بقى شغل احصائيات. مع اللونج يوز البيتا بلوكر الحمد لله بقى في برولونج سرفايفر. العيال اللي اخذوا البيتا بلوكر مع اكيوت مايوكاردال انفاركشن الحمد لله عاش فتره ايه؟ اطول. تمام؟ تمام. بس 8 4 بالظبط ان شاء الله. تمام؟ اريزميا اريزميا جيت قلت هي انت اريزميا؟ اريزميا نتيجه ايه يا اولاد؟ سمباثو مايميتكس، مش احنا اخذنا الادرينالين بيعمل اريزميا؟ واخذنا الديجيتاليس يعمل اريزميا؟ والهالوفين يعمل اريزميا؟ تمام. والثيروتوكسيكوزس موجود عندكم الثيروتوكسيكوزس؟ ايوه. علم عليها والنبي، علم عليها الثيروتوكسيكوزس اللي هو الهايبر ثيروديزم. انت هتلاقي ناس كتير جدا في حياتك او قرايبك تعرف عنهم عندهم هايبر ثيروديزم، يقول لك انا ماشي على اندرال، تقول لك انا باخد اندرال، باخد مين؟ اندرال، خلاص؟ اعجب بقى حاجه يا ولاد،
هوكم. نعم هوكم باختصار هايبر تروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي. حد ليه في الترمينولوجي يحاول يترجم لي اللي انا قلته ده؟ هايبر تروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي. في اوبستراكشن في الهارت فنتيجه دي انت بقى تضرب بطريقه اكتر فحصل لك هايبرتروفي صح كده؟ لا وقف كام. بص عندي ادي الهارت ده الاورطه بتاعك وانا عندي بقى مشكله ان في السبتم اللي في الهارت بقى كان في هايبرتروفي مع سباز عند الاورتيك اوبننج عند فتحه الاورطه عند فتحه مين؟ شرير الاورطه. تمام. المشكله بقى في حاجه حضرتك كل ما القلب يجي ينقبض السبازم ده يزيد فكرتك اوت بوت ايه؟ يقل. فالعيان كانت شكوته ايه معانا؟ بيشتكي من كارديك اوت بوت ايه؟ قليل. فالناس لما بدات تيجي تعالجه انت تفكري معايا انا باجي اقول لك يا دكتوره الدم اللي خارج من القلب عندي قليل او دي الاعراض اللي عندي فانت تفكر اول ما تفكر تقول ايه؟ طب ما انا اخلي القلب يضرب اقوى. تحصل معاه مفاجاه كل ما يخليه يضرب اقوى من يزيد السبازم يزيد الدم اللي خارج ايه؟ يقل. واحد في حال كده كان قاعد في ساعة تجلي زي حضراتكم هون بتتجلي ساعات انت بقول له ايه؟ طب ما تيجي ندي حاجه تقلل الانقباض القلب. انت مجنون انت يعني عايز تدي حاجه تهبط القلب هو عنده كاردك اوت بوت قليل. انا يا جماعه ما تجربوا. ايه رايك لما تهدي الكونتراكشن والظهر اخبار السبازم ايه؟ قل. فلما السبازم قل الكاردك اوت بوت خرج احسن. ودي المره الوحيده اللي البيتا بلوكر زودت مين؟ الكاردك اوت بوت. فهمت اللقطه دي؟ تاني في عندك سبازم هنا اوكي سبازم فكل ما بتعملي كونتراكشن قوي للهارت السبازم يزيد فالفتحه دي تضيق فالدم الخارجي قليل فلما تعكسي بقى لما تريح القلب السبازم يزيد بيخرج براحته خلاص؟ اعمل اكس كده صغير على الفالوت اللي مش مكتوب عندك في الكتاب اصلا. ده بالمناسبه السعادة الناس اللي متجليه في الكتاب انت من الاول من الاخر انت ملتزم بالوقت بالهاند اوت. كلام واضح؟ عشان ما لقيتش يبقى عملت ذاكر لحاجات مش داخله وفوت لحاجات داخله معايا؟ يعني انت كده مخمخ كده اللي ذاكر الكتاب من الاول مفيش مشكله خالص بس اقعد مخمخ الهاند اوت عندك على المودل وشوف في عنوان موجود اعمل عليه اكس او طبعا طبعا يحسب لك ان انت تذاكر زياده طبعا وفي دماغك كلام زياده طبعا. اه ربنا يستر. انا عايز اربع استعمالات على الكارديو واسكت حد يقولهم اربع استعمالات على الهارت. ها انجينا انفاركشن اريزميا ها همك ايه بس؟ هوكم تمام؟ طيب على البلاد فيزيت تسمع يا عمد عن حاجه اسمها الليفر سيروزس؟ تسمع عنها؟ تسمع عن حاجه اسمها جي اي تي بليدنج او فارسز؟ هتقولنا في الباثولوجيا؟ الفسيولوجيا الكيميائيه اي حاجه؟ بس ايوه سمعت عنها؟ سمعت عنها في ايه؟ في البلهارزيا كده في انهي ماده؟ طيب هو سمعت الناس في امتحان باثولوجي باينه او بارا ولا اي حاجه؟ المهم البلهارزيا بتعمل حاجه اسمها اوسوفيجيال فارسز صح؟ يعني حاسس بقى بورتال هايبر ايه؟ تنشن صح ولا مش مهم مش مهم في عندي احتقان في الجي اي تي تمام؟ ففي جي اي تي بليدنج في مشكله فانا اقوم مديك بيتا بلوكر من العاميه ما انا بقى بصراحه هنا قررت ان انا استفيد من العامه بتاعها وايه العامه بتاعها؟ ان هي قابلت مين؟ صح؟ بتعمل لك بصر ريستريكشن قال لك حلو خلاص يبقى هي هتقلل الجي اي تي بلد في الميزنتريك لانك يعني لما تقفل الفازو ده عشان يحصل فازو ايه؟
كونستريكشنز، وهي بقى لك كاردك ايه. فانت بتقلل بشكل عام الدم راح لمين؟ للجي اي تي، فتقلل بليدنج هنا. خلاص. رقم 2 اكيوت ديسكتنج اورتيك انيوريزم. هتسمع الكلمه دي قبل كده؟ انيوريزم يعني ايه يا ولد؟ بتاعه الوول اوف ارتري، صح كده؟ لا ادي الارتري، ده مش منظر طبيعي للارتري ابدا، ان يكون طالع له بالونه كده فيعمل لك المنظر ده. ديستكشن في اللايرز بتاعته. ديستكشن يعني في صف الطبقات. يوشك في اي لحظه هيحصل له ايه؟ فساعتك لو سمحت انت مطالب في هذه اللقطه ان انت تهدي القلب تماما. مظبوط؟ في ناس بتبقى عايشه بقى كرونيك، بس طبعا بتبقى يعني مطلوب له غالبا على حسب الكيس وعلى حسب مكانها في الاورطه يتعمل له عمليه باعلى فرصه. ليه؟ وللاسف يعني من ضمن الحاجات ان هي مش سهله في الاكتشاف اصلا. قال بقى لما بيكبر ويبدا يضغط على حاجه وكلام من ده. يعني هي من الاساس تكون ضعيفه اصلا. هو فجاه هو كده في الباثولوجي بقى، معرفش اسبابها كتير عندكم ايه، بس الفكره في ايه؟ احنا ككلينيكال بتيجي بايه؟ بسويلنج. وحاجه في البطن او معصب في الظهر وكلام من ده. المشكله ان هي لا قدر الله قدر الله حصل لها ربشه، احتمال وفاه منها صن ديث. تمام؟ طيب. هيهدي الهارت. ما تقدر تهدي الهارت تماما. الدم خارج القلب. تمام؟ تعالج الهايبرتنشن بس عشان خاطر لو استعملوا بتاع بكره في الهايبرتنشن استعملوا بتاع بكره العاميه بتاعتنا ولا الافضل مين؟ البيتا 1 بس. البيتا 1 صح ولا لا؟ في كروموسايتوما حد عارفها؟ ايوه. حذاري ثم حذاري من هنا لبعد بكره تقول لي بيتا بلوكر في الفيت كروموسايتوما وتسكت. لو ما قلتش الكلام اللي بين قوسين ما تقولهاش. هو الكلام اللي بين قوسين مع الفا كومبايند مع مين؟ الفا بلوكر. كومبايند مع الفا بلوكر. ليه؟ ليه؟ انت عارف يعني ايه كلمه في كروموسايتوما؟ يعني ورم في الادرينال المضله، صح ولا لا؟ حلو الكلام. جسمه مليان نور ادرينالين وشويه ادرينالين، يبقى علاجه الطبيعي الفا بلوكر وبيتا بلوكر، صح ولا لا؟ تقوم انت جاي يا ظالم مديله بيتا بلوكر، ده انت كده زودت الالفا من واسع، صح؟ تدخل ساعتها بقى مع زميلك الفاضل اللي هو بتاع مين؟ تاريخ الفاريانت انجينا، وبقى مين اللي حد طلعه؟ خلاص. يبقى لازم كومبايند مع مين؟ الفا بلوكر. الفا بلوكر. في مشكله؟ عجبني واحد قال لي انا عايز اقول لك عناوين يوزز اوف بيتا بلوكر. تعرفت لهم معايا؟ حسيت الناس كانوا اي تي ام. انكزايتي، تريمورز، مايجرين بروفلاكسز، الاي، اوبن انجل، جلوكوما، الهارت، هاخد اربعه، انجينا، انفاركشن، اريثميا، هوكم، على البلاد فيزل، جي اي تي بليدنج، واكيوت ديستكتنج اورتيك ايه؟ انيوريزم. وهايبر تنشن وفيو كروموسايتوما ويز الفا بلوكر. الفا بلوكر. ايه رايكم سيلكتيف بيتا 1 بلوكر؟ بص على السبوره وطلع مزايا. بص على السبوره بس. انا هعترف لكم بحاجه ولاد، ما تصدقنيش او ما تصدقش كتب الطب اللي بتقول لك سيلكتيف بيتا بلوكر، سيلكتيف بيتا اجونست، الكلام ده كله احنا بنبقى ابتدائيات مننا احنا نحاول نسلكت، بس لما الجرعه بتكبر مننا لازم نفقد السلكتيفيتي. فاهمني ولا لا؟ يعني احنا كسلكتيف احنا بنبقى لما اقول لك سلكتيف بيتا 1 بلوكر يبقى غالبا انا بقى في البيتا 1 اكتر من مين؟ لكن الجرعه زادت مني غصب عني هقوم اضش في مين؟ بيتا 2. فاهمني ولا لا؟ عشان كده لما اجي اقول لك ايه رايك؟ مين احسن؟ ايه مزايا البيتا؟ ليه انتوا بتحبوا المجموعه دي عن المجموعه العاميه؟ ليس ايه؟ افكت على البازو ايه؟ وليس افكت على البرونكو ايه؟ دايلاتيشن، وليس افكت على الجلوكوز، وليس افكت على ايه؟ على البوتاسيوم. وكان يقول لك ان البيتا 2 هي اللي مسؤوله عن اللعب في الاتش دي ال، حد فاكر الاتش دي ال؟ كانت هي اللي بتلعب فيه. قال لحضرتك ايه؟ يبقى هنا ليس لايبل تو برديوس رينز فينومينا. اخدتوها في الباثولوجي ولا لا؟ رينز فينومينا. دي نوع من انواع البريفرال فاسكولار ديزيز. حد فاكر البريفرال فاسكولار ديزيز؟ الشرايين الطرفيه
ان تبدا اليد ايه مع السبيل باسق من السلكشن عندك فالور عندك ايه فالور تبقى شاحن وبعد كده تبدا تزرق ساينوزس تمام حلو الكلام اسمها رينز فينومنا ليس لايبل تو برونكوس باز ليس هايبو جلايسيميا ليس لايبو بروتين تشينجز ليس بوتاسيوم وليه تاخدين بقول انا بقول مش بقول نو انا بقول ايه ليس لاعترافي ان انا مش ابسوليوت مظبوط ولا لا وحتى اكتبها كتبها لو سمحت لاحظ ان الكارت سيلكتيف نوت ابسوليوت وممكن تفقدها مع الهي ايه دوزز مش كلام في بقى موضه جديده طلعت يا اولاد بيتا بلوكر موضه يعني ايه بيتا بلوكر موضه بيتا بلوكر بتعمل فازو دايلاتيشن بتعمل فازو ايه دايلاتيشن طب ايه الافكار اللي هيعملوها هيعملوها ازاي دي قال لك والله انت تقفل بيتا 1 حلو وتيجي على بيتا 2 وتشتغل بارشال اجونست حد فاهم يعني يشرب بعد كده يرجع يقفل وممكن الجسم بقى يعمل له ميتابوليزم قبل ما يقفل ولا حاجه دواء غريب اسمه سيلي برولول ونيبيفولول سيلي برولول ورد عندكم دكتور عندكم مين سيلي برولول واكيد اللي معلم عليه بقى هو الاولى سيلي ايه برولول او تقول لي حط مولكيول يقفل الالفا مثلا مش لو انا حطيت الفا يقفل زي مين الكارفيدولول والايه كمان والبوسندولول وزود لي لو سمحت البيتا لول على الورق زود لي البيتا لول زود لي البيتا لول لو سمحت لا بيتا لول ده 11 واحد فيهم صح زودي مين لا بيتا لول دي لا بيتا لول لو سمحت لما اجي اقول لك انا بيتا بلوكر اسمع انا بيتا بلوكر خلي بالك لما اجي اقول لك علاقه البيتا بلوكر بالبلاد فيزل ايه تقول لي في عندك اول نوع غشيم عمل ايه قفل دي فتسبب فازو كونستريكشن صح الجيل التاني كان مؤدب ما جاش ناحيه دي صح ولا لا قفل مين بس بيتا 1 ايه رايك بقى في اللي انا جايبها لكم الهديه الجديده النهارده ان انا جايب بيتا بكره بتعمل فازو ايه دايلاتيشن شوف بقى قمه الاستفزاز اقول لك لو سمحت ده انا ممكن انا بيتا بلوكر وبعالج مين البريفرال فاسكولار ديزيز خلي بالك انا كبروبرانولول بروبرانولول يستعمل ولا كان ممنوع في البريفرال فاسكولار ديزيز ممنوع صح لا رقم اثنين ممكن اعالج مين هارت فيلير بعمل فازو ايه دايلاتيشن عشان اتفقت معاكم اللي بيعمل فازو دايلاتيشن يعالج هارت فيلير بيقلل اللود على الهارت حلو الكلام فقلت كده العيون بتاع البيتا بلوكر في الهارت فيلير وهرب في الوقت بس هات لي الجدول سايد افكت اند كونترا انديكيشن اقوله ولا اسيبه انتوا تسمعوه مش عارف ولا لك قبلها ناخد سايكولوجيكال ريسك لمده دقيقه بس افصل دماغك بس مش هيجيبلكش حاجه